اهلا بكم. والحلقه هذه اتمنى انه ما نخاف، لانه حنتكلم عن ثعبان المنازل. اتكلمنا في موضوع البيئه عن ثعبان ربنا خلقه عشان يعيش داخل المنزل، اسمه ثعبان المنازل او هاوس سنيك. قبل لا نتكلم عن الموضوع، ليش الثعبان بيدخل البيت؟ ليش بيجي البيت؟ البيت احيانا بيكون مهيئ للثعابين، مو الثعابين بس، الفئران، الطيور، بيكون هروب من البيئة القاسية في الخارج. يعني في الصيف لو كان في حرارة شديدة برا، جوة البيت بيكون في رطوبة، في برودة، فالثعبان أو كثير من الحيوانات والحشرات بتفضل إنها تدخل وتعيش في البيوت. لو كان برا برودة شديدة حيكون في البيت في دفى، في حرارة، فبالتالي الثعابين أو الحيوانات الأخرى تفضل إنها تدخل جوة البيوت. في البيت أحياناً بنلاقي فيران، بنلاقي سحالي، بنلاقي أبراص، هذه كلها غذاء للثعابين، فبالتالي أتوفر المأوى وتوفر الغذاء، عشان كده الثعابين بتدخل داخل المنازل. ثعبان المنازل اللي هو هذا ثعبان غير سام، لكن ممكن يأذي، ممكن يعض، ما في خطورة. أي ثعبان زي ما قلت بيعض، بيحاول يدافع عن نفسه بأي طريقة. الثعبان ده اسمه ثعبان المنازل، بيسموه العضاد، بيسموه الأزرود. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: إن الهوام من الجن، فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه 3 مرات، فإن عاد فليقتله فإنه شيطان. طبعا الحديث هذا بيعرفنا أنه أحيانا بتكون الثعابين نوع من الجن، فأمرنا أنه نحرج عليه 3 مرات. كيف نحرج عليه 3 مرات؟ نقول أي حاجة فيها ذكر الله، والأفضل نقول: أسألك بالله العظيم، إن كنت تؤمن بالله العظيم، أن تخرج من بيتي وإلا قتلتك. نقولها 3 مرات. طبعا ما نقولها وإحنا بنطالع في الثعبان، لأنه لو كان جني ما حيتغير من صورته الجنية، أو من صورة الثعبانية لصورة الجنية، أو من صورة لصورة، ما حيتغير أمام الإنسان. نقفل عليه المكان ونقول الكلام ده ونسيبه، نرجع نشوف لو كان موجود نقتله. أي ثعبان حتى لو كان خارج المنزل، الأفضل أنه نقول أي حاجة فيها ذكر الله، نوع من الحماية إن شاء الله. أتكلمنا في موضوع الجن عن ليش الجن بيتشكلوا بصورة ثعبان. قلنا أنه في جن لونه أبيض، ولو كان لونه أسود بيكون شياطين. الحكاية دي قلناها قبل كده وتكلمنا عنها في موضوع الجن. اللي يهمنا أنه لو شفنا ثعبان، وعلى فكرة الثعابين هذه كثير جدا ومنتشرة في معظم البيوت، خصوصا البيوت القديمة موجود بكثرة. أنا بتعامل مع الدفاع المدني، بنطلع تقريبا في كل سنة أكثر من 70 حالة ظهور ثعبان. كيف نتصرف؟ نحاول نتعامل معاه بكل حرص، بكل حذر، ما نقتله إلا لما نحرج عليه 3 مرات، هذا حاجة مهمة جدا. وما نتعامل معاه بتلقائية أو بعشوائية، لا، نحتاط. ما قدرنا نقتله، نتصل على الجهات المسؤولة اللي ممكن تساعدنا، زي الدفاع المدني، البلدية، مكافحة الحيوانات، أو الناس المتخصصين في موضوع الثعابين، اللي يعطونا التوجيهات المناسبة كيف نتخلص منه. معلومة بس بسيطة بدي أضيفها: لو شفنا الثعبان هذا، ما في داعي للخوف الزايد عن اللزوم، لأنه شفنا مواقف كثير جدا، ناس سابوا البيت وخرجوا الشارع بملابس المنزل عشان ثعبان طوله تقريبا 10 سنتي.
الحكاية هذه تعتبر مأساة إنه نخاف زيادة عن اللزوم. الخوف مطلوب والخوف حاجة فطرية موجودة جوانا، لكن زي ما قلنا في حلقة الخوف لازم يكون بحساب، لازم يكون بعقلانية عشان نعرف كيف نتصرف، عشان نعرف كيف نتعامل مع حيوان زي هذا اسمه ثعبان المنازل. شكرا لكم أعزائي متابعين اليوتيوب، لو أعجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.